مشاهدي لو تي في، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حوار اليوم. ضيفنا في هذه الحلقه الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عماد عكوش. دكتور صباح الخير واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح المشاهدين. اهلا وسهلا. يعني دكتور، حلقتنا اليوم تاتي متزامنه مع التطورات المتسارعه بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، واخرها مذكره التوقيف الالمانيه اللي صدرت امس بحق حاكم مصرف لبنان. شقين بهذا الموضوع. اولا، لوين تتوقع بعد توصل قضية الدعاوى المتلاحقة ومذكرات التوقيف المتلاحقة بحق الحاكم خارج لبنان؟ وتانيا بدنا نحكي شوي عن التعامل اللبناني قضائيا وسياسيا عبر حكومة تصريف الأعمال مع ملف الحاكم وتداعيات هذا الموضوع. بداية، لوين بعد ممكن نوصل خارجيا برأيك بموضوع الحاكم؟ يعني بصراحة اليوم أول شيء بده يتأسف اللبناني، ومتأسف كلنا على أن القضاء اللبناني يعني غائب عن هذا الموضوع، يعني وما عم نشوف أي تحرك لناحية متابعة هذا الأمر، يعني والتأكد على الأقل من الادعاءات واتخاذ موقف. اليوم عدم اتخاذ موقف للأسف اليوم بيعرض كل ما يمكن أن يضع عليه القضاء الأوروبي من أموال وعقارات، يعني يضعها في خانة الخطر، وبالتالي عدم إمكانية الجانب اللبناني استعادة هذه العقارات وهذه الأموال، لأنه للأسف يعني لا يوجد لغاية اليوم ادعاء من القضاء اللبناني على رياض سلامة، وبالتالي اليوم هناك خسارة كبيرة يمكن أن تحصل في هذا الموضوع. أين يمكن أن يذهب الاتحاد الأوروبي؟ يبدو أنه ذاهب إلى الأخير في هذا الموضوع. يعني اليوم مثل ما شايفين، يعني بلشنا بالجانب الادعاء بالجانب الفرنسي ومذكرة التوقيف بالجانب الفرنسي، اليوم انتقلت إلى الجانب الألماني، بكرة يمكن نشوف بلجيكا، وكانت بلجيكا سباقة بالسابق بموضوع الادعاء على رياض سلامة، وممكن نشوف حتى بألمانيا وغيره من الدول طبعا بهذا الموضوع ادعاءات متكررة ومذكرات توقيف متكررة، لأنه الواضح أنه رياض سلامة يعني هناك ارتكابات بموضوع رياض سلامة، وواضح أنه اليوم السياسيين اللبنانيين للأسف بعد ما وصلوا للثوابت بالاتهام رياض سلامة، مع العلم أنه اليوم إذا بدنا نحكي عن الاتهامات بحسب قانون النقد والتسديف، يعني إذا بنرجع لقانون النقد والتسديف، يعني المادة 70 والمادة 20 والمادة 19 والمادة، كل هذه المواد بتتحدث عن وظائف الحاكم وعن تعيين الحاكم وعن عدم إخلاله بالجانب الوظيفي لحتى تقدر الحكومة تقيله. للأسف الحكومة اللبنانية ما بعرف شو ناطرة لغاية اليوم لحتى تقيله. يعني اليوم إذا أنت بتسلم شخص دكاني بتغيب عنه شهر وبتلاقي وبترجع وبتلاقي 80% من موجودات هذه الدكانة طاير، مش مبين، يعني مش معروف وين راح، بتتهمه بالإخلال الوظيفي. فكيف عم تحكي انت عن مصرف لبنان يلي طاير حوالي 72 مليار دولار من موجوداته، مش مبينين وين رايحين، يعني ما بعرف شو ناطرين بعد لحتى يتهموه بالإخلال الوظيفي وبالإهمال الوظيفي. للأسف يعني موضوعنا بلبنان كله مرتبط للأسف بالسياسة، وكله مرتبط أيضا بأنه في مجموعة للأسف حاكمة بهذا البلد ومرتبطة ببعضها، وبالتالي اليوم توجيه أي اتهام لحاكم مصرف لبنان، والكل بيعرف أنه أي توجيه أو أي اتهام لحاكم مصرف لبنان يعني اتهام للمجموعة كاملة، وبالتالي بيكونوا عم يتهموا نفسهم. لذلك أنا بقول بلبنان ما منتظر شيء، لكن أكيد بالخارج منتظرين كتير، خاصة بموضوع رياض سلامة. هلا موضوع انه اتهام حاكم مصرف لبنان هو اتهام للمجموعه كامله، يعني هذا بيفتح لنا الباب انه نستطرد بموضوع معين، يلي هو كمان يقال انه اخر شيء طلع رياض سلامه كبش المحرقه، وكل الطبقه السياسيه يلي غطته بشكل او باخر وتعاونت معه من التسعينات لليوم طلعت يعني اخر شيء بريئه من دم هذا الصديق. هلا ما بنستعمل كلمه صديق، بس انه بريئه من هذا الموضوع كله سوا. يعني بهذا الموضوع استجاد الاتهامات متشعبة، يعني بتبلش بالمصارف يلي للأسف أهملت الأمانة. اليوم معظم المودعين أودعوا أمانات لدى المصارف، ما عم نحكي عن توظيفات، المودعين ما بيودعوا توظيفات بالمصارف، وبالتالي يتعرضون لمخاطر التوظيف. المودعين أودعوا أمانات وودائع لدى المصارف التجارية، والمصارف التجارية للأسف قامت بتوظيفها
بمصرف لبنان وتوظيفها بديون لدى الدولة اللبنانية، والمصارف التجارية للأسف قبلت تتحمل هذا الريسك وهذه المخاطر على هذه التوظيفات، بالرغم من أنه كل المعايير المحاسبية وكل معايير الدولية لتوزيع المخاطر وحتى تعميم مصرف لبنان اللي بيفرض عليها عدم توظيف ودائعة بسلة وحدة بما لا يزيد عن 20% من أموال الخاصة، كل هذه المخالفات خالفتها المصارف، وبالتالي هي تتحمل جزء أساسي من هذه المسؤولية. طبعا بالحق مثل ما حكينا مصرف لبنان اللي هو أيضا كان عم بخالف كل القوانين ابتداء من قانون التجارة يلي بنص على عدم المتاجرة بما لا يملك. مصرف لبنان للأسف بحسب الظاهر من البيانات المالية كان عم بتاجر بما لا يملك، كان عم ببيع دولار للمودعين وللمصارف وهو لا يملكها، وبالتالي رتب على المصرف لبنان خسائر كتير كبيرة. كمان ما بنعرف شو كان عم ببيع يعني مصرف لبنان، لأنه للأسف ما في شفافية بموضوع البيانات المالية والحسابات لمصرف لبنان. المسؤولية طبعا كمان بتقع على الحكومة وخاصة على وزارة المالية، لأنه لها الوصاية على مصرف لبنان وعلى مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. يعني نحن دايما بنسأل، نحن مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان شو كان عم يعمل طول هذه الفترة، يعني 30 سنة شو كان عم يعمل، وهو يعني له سلطة مطلقة بعملية الرقابة وبعملية الاطلاع على السجلات وعلى المستندات الكاملة لمصرف لبنان، وبالتالي إعداد تقارير وتوجيهها إلى وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب. طيب كل هذه المسؤوليات يعني ابتداء من المصارف التجارية إلى مصرف لبنان إلى الحكومة، كلها طبعا بيتحملها هذه المجموعة. يعني نحن بنعرف أنه هذه المجموعة تمثل الطبقة السياسية والكارتلات يعني بشكل عام بلبنان. طيب دكتور، بس إذا واحد بده يبعد حاله شوية هيك من الساحة اللبنانية يشوف الصورة من بعيد، طيب كيف في شخص من فترة مش بعيدة، يعني لما نحكي بأربع خمس سنين مش فترة بعيدة، كان هذا الشخص هو من أنجح حكام المصارف بالعالم، مش بس بنظر بعض السياسيين بلبنان، بنظر يعني بعض الجهات الخارجية اللي كانت تستقبله وتكرمه وتعطيه جوائز وإلها ما هنالك، ويطلع صفحة أولى بالمجلات المهمة، كيف فجأة صار هذا الشخص هو أساس كل البلاوة بالبلد؟ كيف تنقلب الأمور هيك فجأة؟ اليوم إذا بدك تحكم على أي شخص أستاذ جاد، بدك تحكم من خلال الأرقام، ونحن يعني نحن نعم. خاصة كخبراء بنحكم من خلال أرقام ومن خلال أعمال، مش من خلال يعني تمثيليات أو من خلال أعمال شكلية فقط، لا، نحن نحكم من خلال أرقام. للأسف مصرف لبنان أبدا ما كان شفاف ولا يوم بنشر البيانات المالية. نحن ما بنعرف أساسا شو بيملك مصرف لبنان. يعني اليوم أنت بتعرف أنه مثلا مصرف لبنان بيملك عقارات، في ناس كتير ما بتعرف أنه مصرف لبنان يملك عقارات. طيب بتعرف كيف بتنباع هذه العقارات؟ في ناس كتير ما بتعرف كيف بتنباع هذه العقارات ولمين بيبيع هذه العقارات. طيب في عدم شفافية بالأرقام وبالبيانات وبالسجلات بمصرف لبنان، فما بعرف كيف هذه المؤسسات كانت تحكم على يعني على عمل الحاكم وعلى يعني هذه الإنجازات بالنسبة لحاكم مصرف لبنان، مع العلم أنه إذا بتجي بتقرأ من القراءة الأولية للبيانات المالية وللسجلات المحاسبية لمصرف لبنان بتلاقي أنه هناك في يعني من الأساس الفجوة بدأت من زمان، مش من هلأ، مش من 4 سنين ولا من 5 سنين، الفجوة بدأت من أكثر من 15 سنة. هذه الفجوة بدأت تتشكل بمصرف لبنان، بس للأسف يعني ما حدا كان عم يطلع على التفاصيل، وما حدا كان يعني عم بيراقب مصرف لبنان بشكل صحيح. مثل ما قلت، اللي هو كان مفترض وزارة المالية من خلال مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان تقوم بعملية الرقابة، للأسف هذا الدور كان غائب وما كانت عم بتقوم فيه لا وزارة المالية ولا مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. بإطار الحديث عن التداعيات، رح اقتبس من مقال زميلتنا رولا إبراهيم اليوم بجريدة الأخبار، عم بتقول بإطار يعني مذكرة التوقيف الألمانية والحديث عنه وإلى ما هنالك، بدأت مصارف أوروبية قطع علاقتها مع المصارف اللبنانية ولو بشكل فردي ومن دون تنسيق على مستوى أعلى بعد، غير أن التوقعات ترجح أن تكر الصبح عاجلا أم آجلا لتشمل مصارف مراسلة في أوروبا، في ظل ما يتردد عن قرب إدراج مجموعة العمل المالي لبنان في القائمة الرمادية، ما يضرب سمعة الدولة، ما هي مضروبة أصلا، ويحول دون تعامل أي مؤسسة خارجية مع المصارف اللبنانية مع تصنيف لبنان ضمن البلدان الخطرة المتهمة بتبييض الأموال، علما أن مجموعة العمل المالي تنسق مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان
والتي يرأسها سلامة نفسه المتهم بتبييض الأموال واختلاسها. وبتكمل: وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، تلقى المصرف المركزي إشعارا من مصرف أوروبي كبير بقراره وقف التعامل مع 3 مصارف لبنانية لعدم جني أي أرباح جراء هذه العلاقة، غير أن هذه قد تكون مجرد ذريعة وقد يكون الدافع وراء القرار الأحداث القضائية المتسارعة وملاحقة الانتربول لسلامة. كل هذا المشهد كيف تعلق عليه؟ واضح انه معظم المصارف المراسله بدات باعتماد سياسه الدي ريسكينج لحتى تخفض من المخاطر اللي هي دي ريسكينج لحتى تخفض من المخاطر اللي هي ممكن تتعرض لها نتيجه للتعامل مع المصارف اللبنانيه، لانه تحول الاقتصاد اللبناني للاسف تحول الى اقتصاد الكاش، وبالتالي اليوم امكانيه غسيل الاموال والتهريب والتهرب كله موجود بهذا الاقتصاد. وهذا طبعا ممكن يعني من خلال مجموعة العمل الدولية المالية اللي هي الفات ممكن يعرضنا إلى مزيد من التصنيف السيء بالنسبة لهذه المجموعة، وبالتالي خروج لبنان كليا يعني من دائرة العمل المصرفي العالمي، وبالتالي اليوم لن يعود بمقدرة لبنان يعني سواء من خلال مصرف لبنان أو من خلال المصارف التجارية فتح الاعتمادات لشراء ما يحتاجه يعني سواء من مواد طبية مواد غذائية إلا من خلال عملية الكاش اللي عم بتصير هلأ. يعني كمان يعني ما ننسى نحن يمكن أكثر من 80% اليوم من عمليات الاستيراد عم بتتم كاش أيضا، سواء لا 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 يعني لكل الدول تقريبا يعني، وبالتالي اليوم يتحول كليا عمليات الاستيراد تتحول إلى الكاش. هلأ هيدا شو انعكاساته؟ طبعا في انعكاسات كتير سلبية، هذا عم بيحول البلد إلى مزيد من العزلة، وبالتالي اليوم ما كان يأتينا من تحويلات من مغتربين من الخارج، يعني احنا عم نحكي عن حوالي 7 مليار دولار سنويا ممكن ينخفض نتيجة لإمكانية صدور عقوبات على لبنان وعلى الشركات التي تقوم بالتحويل إلى لبنان. يعني ممكن تصدر بالنهاية نتيجة لهذا التصنيف السيء عقوبات من الاتحاد الأوروبي، من الولايات المتحدة الأمريكية، من معظم هذه الدول، عقوبات قاسية على الاقتصاد اللبناني وعلى النظام المصرفي اللبناني وعلى النظام المالي اللبناني، وبالتالي تقييد حركة التحويل إلى لبنان، وهذا بعرضنا مثل ما قلت إلى مزيد من العزلة وإلى مزيد من الاختناق بالموضوع المالي والنقدي. بس هلا يعني السلطه التنفيذيه بغض النظر عن الملاحظات حولها وحول حكومه تصريف الاعمال وطريقتها بالعمل، هل تتحمل رئيسا واعضاء مسؤوليه دفع البلاد الى هذا الحد من دون اتخاذ اي اجراء؟ بالتأكيد. يعني شفنا اللقاء التشاوري اللي عملوه الوزراء ما طلع بنتيجه، وامبارح في اصوات وزاريه طلعت منفرده عم تطالب بتنحيه رياض سلامه، ولكن المجموعه مش بهالاتجاه. بالتأكيد المجموعة مش شايفين المخاطر اللي عم نحكي عنها؟ المجموعة السياسية في لبنان سواء كان في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية تتحمل كامل المسؤولية عما وصل إليه الوضع في لبنان اليوم. عدم إقرار القوانين سواء قانون الكابيتال كنترول، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إعادة أو خطة التوازن، إنشاء الصندوق السيادي، كل هذه القوانين التي كانت هي مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي يعني، ومطلب أساسي لإعادة الحياة إلى الاقتصاد اللبناني، للأسف كل هذه القوانين من يتحمل مسؤولية تعطيلها وعدم إقرارها لغاية اليوم؟ يعني ما حدا يطلع بحجة أنه والله ما في حكومة وما في مجلس نيابي وما فينا نشرع وما فينا نطلق قوانين. أبداً اليوم نحن وصلنا لمرحلة من الخطورة ما بقى تحمل أنه والله هذه المناكفات السياسية، لا، في قوانين وفي إجراءات المفترض أنها تتاخذ ومفترض أنها تقر، لأنه الوضع لا يحتمل. يعني اليوم طيب اليوم كله ناطر انه لحتى نقر قانون الكابيتال كنترول واعاده الهيكله القطاع المصرفي ناطرين انتخاب رئيس الجمهوريه. طب بركي ما صار في انتخاب رئيس جمهوريه هذا الصيف، وعم ينحكى انه يمكن ما يصير في انتخاب رئيس جمهوريه هذا الصيف، شو بنعمل؟ بنضلنا مكفين بهذا الموضوع الى ما لا نهايه يعني، وين بنصير؟ مثل ما حكينا بدنا نوصل الى عزله دوليه بالموضوع المصرفي بالموضوع النقدي، وهذا بده يؤثر بطبيعة الحال على كامل الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي بالبلد، ويمكن يؤدي إلى مزيد من الانهيارات على مستوى الليرة اللبنانية وإلى مزيد من التضخم الاقتصادي، وبالتالي اليوم إلى مزيد من انخفاض بالقدرة الشرائية، وما بنعرف وين بنوصل لما بنحكي عن انخفاض بالقدرة الشرائية بالمؤسسات العامة اللي هي اليوم عم بيتم تسييرها
يعني بطلوع الروح بمساعدات ببعض الأحيان من الخارج، يعني خاصة بموضوع المؤسسات العسكرية، وشفنا نحن بالموضوع حتى المؤسسات المدنية، يعني حتى يومين ما عم يشتغلوا، ومعظمهم بيشتغل بحسب تأمين الكهرباء كهرباء الدولة اللبنانية، لأنه للأسف هذه المؤسسات غير قادرة على دفع قيمة المازوت أو اشتراك لتشغيل هذه المؤسسات. لوين نوصل إذا استمر هذا الوضع؟ بصراحة واصلين إلى مرحلة قاتمة جدا. مرحلة قاتمة جدا. هلأ قلنا سنوات وأشهر نسمع بمراحل قاتمة، وأنه بعدنا باللوج وبطلنا باللوج وكل هالمقولات هيدي. طيب اليوم هلأ بظل كل هالمشهد اللي عم نشوفه هيدا اللي معروف قديش هو قاتم وأصلا قاتم، البعض بيسأل أنه طيب كيف الدولار بعده؟ ليش الدولار بهذه المرحلة؟ الدولار على ثبات معين، يعني ما في قفزات لا طلوع ولا نزول، وهذا الشيء بمحل معين مريح الناس. لك بالسابق ان انا عندك هون استاذ جاد، حكينا عن موضوع كيف يمكن الوصول الى عمليه استقرار بسعر صرف الدولار ولو بشكل نسبي. نحن دائما كنا نقول حكينا عن رفع الحد الادنى وكل هاي الامور بالضبط، وكنا دائما نقول احنا خلص عمليه التثبيت لازم نخرج منها، نحن لازم نشتغل، وهيدي وظيفه مصرف لبنان، العمل على الاستقرار النقدي بحسب وظيفته بالماده 70 من قانون النقد والتسليف، العمل على الاستقرار العمله الوطنيه. استقرار العمل الوطني، وهذا كمان حكيناه أكثر من مرة، بيحتاج إلى عدم ضخ مزيد من الليرات بالسوق، وهذا كمان كنا دايما نقوله. عملية عدم ضخ الليرات بالسوق بيتم بإجراءين، أو بامتصاص مصرف لبنان للكتلة النقدية بالليرة اللبنانية من السوق عبر شراء من احتياطي مصرف لبنان، أو عبر زيادة واردات الدولة اللبنانية. كمان هيدا حكينا بأكثر من مرة أنه يجب العمل على تعويم سعر الصرف الرسمي لحتى الدولة اللبنانية تستوفي ضرائبها ورسومها بحسب سعر الصرف الجديد. اليوم نشغل على هذا الموضوع، وتم تعويم سعر الصرف الدولار الجمركي مش سعر الصرف الرسمي، وانا دائما بقول انه هذا ما بعرف قديش هو قانوني، يعني اليوم انه نخترع شيء اسمه دولار جمركي، المفترض يكون في سعر صرف رسمي وينعمل على توحيد الاسعار انطلاقا من هذا السعر. للاسف عملوا دولار جمركي وتم تعويم دولار الجمركي. اليوم انت بتعرف معظم الرسوم والضرائب يتم استيفائها ابتداء من منتصف الشهر أيار، بدأ استيفاء على أساس سعر صرف منصة صيرفي، يعني عم نحكي عن حوالي 86 و300 ليرة لبنانية. هذا الأمر أدى لشو؟ أدى إلى زيادة واردات الدولة، وإذا تابعنا الموضوع حضرتك صح. نعم. وإذا بتلاحظ اليوم، يعني أنا هيدي ميزانية مصرف لبنان بمنتصف الشهر اللي مرق، يعني ب 15 أيار، لاحظنا أنه ودائع القطاع العام عم بتزيد، وعم بتزيد بشكل كتير كبير. طيب يعني لما بنقرأ ودائع القطاع العام هون بمصرف لبنان عم بتزيد، وأنت بتعرف مصرف لبنان هو البنك الأساسي للمؤسسات العامة، يعني كل إيرادات الدولة التي يتم تحصيلها من كل المؤسسات العامة من الجمارك ومن المالية ومن غيره يتم إيداعها وين؟ بمصرف لبنان. وبالتالي اليوم لما نوصل بحجم إيداع إلى 96 تريليون، من بعد ما كان لا يتجاوز ما قبل هذه السنة كان لا يتجاوز بحدود 10 إلى 15 تريليون، يعني زاد حوالي 10 أضعاف، ونحن هون عم نحكي عن سعر صرف رسمي 15 مليون ليرة، لأنه في جزء من هذه الودائع هو بالدولار الأمريكي. يعني ممكن بعد إعادة تقييم هذه الودائع، وخاصة الجزء اللي هو بالدولار الأمريكي، ممكن تتجاوز 200 أو 300 تريليون. بالتالي اليوم عندنا حجم ودائع صار يتجاوز قيمة العملة اللي هي قيد التداول. العملة قيد التداول بحسب كمان نشرة مصرف لبنان هي 74 تريليون، يعني عندنا 74 تريليون عملة قيد التداول، بالمقابل عندنا 96 تريليون ودائع قطاع عام. وبعتقد وهذا متوقع، يعني إذا بكرة منشوف ميزانية مصرف لبنان بآخر شهر هيدا الودائع سترتفع. ليش؟ لأنه اعتماد 86 بدأ ب 16 شهر، يعني بعد صدور هذه الموازنة، معناته واردات الدولة بدها تزيد، وواردات الدولة ممكن تزيد حتى أكثر
إذا قمنا بتفعيل المؤسسات العامة. يعني اليوم إذا المؤسسات العامة بدأت تعمل بشكل صحيح، الدوائر العقارية، مصالح تسجيل السيارات، كل هذه بدها تجيب واردات إضافية للدولة اللبنانية. هلا هيدا كان العامل الأساسي بعملية استقرار سعر صرف الدولار اليوم بالسوق. واللي عم نلاحظه أنه معظم التجار اليوم عم بيدوروا على ليرات بالسوق لحتى يسددوا منها الرسوم الجمركية وضريبة التيفي آ، لأن ارتفعت بشكل كتير كبير. ما بقى في ليرات بالسوق اللبناني، يعني قامت الدولة اللبنانية بدور عن مصرف لبنان بامتصاص الكتلة النقدية من السوق ووضعها في مصرف لبنان. هيدا كان عامل أساسي بعملية الاستقرار. طبعا في عنا عوامل تانية اللي هي عم بتساعد بعملية الاستقرار. يعني عنا موضوع مثلا المساعدات النازحين اللي عم تجي بالدولار الامريكي، واللي امبارح سمعنا الرئيس ميقاتي انه بده يدفعها بالدولار، وهذه ضربة بصراحة لعملية استقرار سعر صرف الدولار اليوم او سعر صرف الليرة اليوم. لانه اليوم نحن عم يجينا مساعدات بالدولار على مصرف لبنان تقدر، اذا عم نحكي بحسب الارقام المسجلة بالمنظمة اللي بتعني بشؤون النازحين، مفوضية النازحين بلبنان، عم يوصل بهن عددهم تقريبا بحدود 1.2 مليون نازح المسجلين بحسب الداتا المفوضية النازحين. يعني عم يوصل إذا ضربناهم ب$50 بس للشخص، عم يوصل تقريبا بحدود $60 مليون شهريا على مصرف لبنان. طيب هدول $60 مليون مصرف لبنان عم يرجع يستخدمهم عبر منصة صيرفة، لما عم بيلبي طلبات منصة صيرفة عم يستخدم هذه. اليوم إذا بحسب قرار رئيس الحكومة اللي هو بيقرر فيه أنه يدفع للنازحين بالدولار الأمريكي، معناته هال$60 مليون ما بقى يجوا على مصرف لبنان، بدهم يروحوا دغري للنازحين، يعني لأنه مصرف لبنان بيدفعهم بالدولار، مش هيك؟ ما بقى يقدر يستعملهم لتلبية طلبات منصة. بده يضطر مصرف لبنان بهذه الحالة شو يعمل؟ بده يضطر يلبي طلبات منصة الصيرفة إذا استمرت، وعم ينحكى أنه ممكن ما تستمر، لكن إذا استمرت بده يلبي طلبات منصة الصيرفة من خلال مين؟ من خلال ودائع الناس. عم ينحكى أنه ما تستمر منصة الصيرفة، مزبوط، بس هذا ربطا بشغور على رأس مصرف لبنان أو لا ما إلى علاقة بالعوامل الأخرى، ما إلى يعني علاقة. أنا بدي أحكيك بعد شوي عن الشغور. صحيح. نعم. وبالتالي اليوم مصرف لبنان حيلبي طلبات منصة صيرفة من خلال الودائع ومن خلال الاحتياطي اللي هو موجود عنده. بدنا نرجع للمشكلة الأساسية هون، أنه الاحتياطي بده يرجع يتناقص وينخفض لانه عم يستخدمه بتلبيه منصه صيرف. طبعا في عوامل ثانيه مثل عوامل مثلا عندنا السياحه بهذا الصيف وبالاعياد اللي مرقت. يعني احنا متوقعين بهذا الصيف 1.5 مليون سائح، السنه الماضيه كان 1.2، وبالتالي 1.5 مليون سائح نحن عم نحكي عن مبلغ من العملات الصعبه سيتم ضخه في السوق، يعني رقم كبير. وبالتالي هذه العوامل كليتها هيدي ساعدت على موضوع استقرار سعر صرف الدولار الامريكي، لانه كمان بدنا نحكي كمان عن قصه رواتب القطاع العام. رواتب القطاع العام اليوم لا زالت مقبوله بالنسبه لحجمها قياسا الى واردات الدوله. وانا هون دائما بذكر انه المفترض كنا كل شهر نشتغل على موضوع، وهذا طرحته أكثر مرة عندك، نشتغل على موضوع تقييم واردات الدولة بعد تحرير سعر الصرف لحتى نشوف نحن شو صار عندنا واردات، وعلى أساسا نقرر شو نعطي زيادات للقطاع العام. للأسف اليوم عم ينعطى زيادات للقطاع العام بدون أي دراسة، بدون أي تقييم لواقع الإيرادات. وبالتالي اليوم إذا بدنا نستمر بهيدي السياسة بإعطاء زيادات دون دراسة ودون تقييم، كمان ممكن نرجع نوقع بمشكلة كمان فلتان الوضع بالنسبة للليرة اللبنانية. موضوع الشهور على رأس مصرف لبنان، هلا هو بالمبدأ نظريا ما في شيء اسمه شهور، بس بضوء الخلاف المستحكم حاليا إذا بيسلم نائب الحاكم الأول أو ما بيسلم، نحن عم نفترض إنه من هلا لتخلص الولاية إنه رح نضل مثل ما نحن، لن يتخذ أي إجراء ولن يتنحى رياض سالمة من تلقاء نفسه. وصلنا لنهاية الولاية، شو بيصير؟ يعني مش عم لك شو بيصير بموضوع الحاكمية، شو بيصير، ما هي التداعيات المحتملة إذا فتنا بخلاف طويل عريض وما عرفنا شو صار على رأس حاكمية مصرف لبنان، سواء استلم الحاكم الأول أم لقيوا فتوى بالمادة 27 للحاكم الثاني وغيره أو حارس قضائي. يعني اليوم أكيد اليوم إذا استخدمنا القانون وما عدنا اجتهدنا كثير بالموضوع القانوني، الأمور بتجري بسلاسة وبشكل طبيعي. اليوم قانون النقد والتسديف واضح،
عندها شهور منصب حاكم منصب حاكم مصرف لبنان، بيتولى مهام هذا الحاكم نائب الحاكم الأول. إذا هذه الأمور سارت بهالشكل وبهالسلاسة، أنا بعتقد أنه ما بيصير شيء. يعني اليوم ممكن بالعكس، أنا بلاقي أنه اليوم إزاحة الحاكم بكل الاتهامات الموجهة له، اليوم الحاكم يعني متهم، وانت بتعرف يعني لما بيكون على رأس اي سلطة او على رأس اي مؤسسة حاكم متهم بعمليات فساد وبعمليات تهريب وبعمليات تبييض، طب ما هذا ينعكس على المؤسسة نفسها، وبالتالي على سمعة المؤسسة نفسها. اليوم بس عم يجي يستلم اي، مش عم نحكي عن شخص محدد، بس انه اذا عم يجي يستلم حدا كان مع الحاكم بمختلف المراحل، هيدا للاسف يعني هيدا الموجود اليوم. يعني اليوم ما فينا لا قادرين نعين حاكم، وانا ضد تعيين حاكم اليوم، لانه اليوم مفترض الحاكم يتعين يعني مع خطوه انتخاب رئيس الجمهوريه، لانه يعتبر لانه بده يحلف يمين امام رئيس الجمهوريه. بس هيك دكتور، يعني انه لازم تربط بانتخاب رئيس جمهوريه، او لازم تربط او توج خطه معينه لنخلص من الوضع اللي نحن فيه والنهوض. هيدا يعني كله عم يربطوها بالرئاسه، بس صحيح لازم تربط بخطه. صحيح. لذلك اليوم طبعا اذا بدنا نحكي بموضوع السياسي، هو المفترض اليوم يعني اي حلول للمستقبل تكون منطلقه من وضع خطه شامله للموضوع الاقتصادي، الموضوع الاجتماعي، الموضوع السياسي، لحتى نخرج من هذه الازمه اللي عم تتكرر كل فتره. يعني هي الازمه مش بس اقتصاديه، الازمه السياسيه هي الاساس اللي عم تعكس حالها على الوضع الاقتصادي وعلى اقتصاد البلد وعلى الوضع المصرفي بالبلد. يعني دائما التعطيل ببلش بالسياسة، وآخر شيء بيصب بنتائجه بالواقع الاقتصادي. وشفناه يعني التعطيل سواء بإصدار القوانين، بإقرار الخطط، ما كل هيدي خلافات بالنهاية بدأت سياسية، هي منها خلافات اقتصادية. ما كلنا متفقين أنه هذه القوانين يجب أن تقر، يعني كل الخبراء وكل الكتل النيابية بيعرفوا أنه هذه القوانين وهذه الخطط يجب أن تقر، لكن للأسف أنت عارف يعني الوضع اليوم السياسي هو اللي عم بيمنع هذه إقرار هذه الخطط وإقرار هذه القوانين. لذلك المفترض مثل ما عم تحكي وتقول استاذ جاد، انه نبلش بوضع خطط يعني تكون هي حلول شامله للواقع، ويتوج بنهايتها انتخاب رئيس الجمهوريه وتشكيل الحكومه. والا اذا اليوم معلش، طيب نحن اليوم اذا انتخبنا رئيس جمهوريه وضل الواقع السياسي والواقع الاقتصادي على حاله، رئيس جمهوريه انت بتعرف بحسب الدستور اللبناني اليوم ما عنده هالصلاحيات الواسعه، لانه دائما بينطلب من رئيس جمهوريه انه يكون عنده برنامج. رئيس جمهوريه ما عنده هالصلاحيات اللي نحن كنا يعني كنا نشوفها ما قبل الطائف، اللي كان عنده القدرة على التعيينات والقدرة على وضع الخطط والقدرة على التأثير بالواقع الاقتصادي والواقع السياسي. اليوم رئيس الجمهورية ما عنده هذه الصلاحيات، لكن هو عنده صلاحيات المراقبة، ويمكن أعطي له حق الفيتو بموضوع تعطيل بعض الفساد أو الفساد اللي ممكن يحصل، لكن كانطلاقة بعملية التخطيط وبالإصلاح هو ما عنده هذه الصلاحيات. هو يحتاج إلى فريق عمل يبدأ بتشكيل الحكومة، والحكومة متجانسة، ومجلس النيابي يكون أيضا متجانس مع هذه الحكومة لحتى تمر القوانين بسلاسة. للأسف هذه الأمور ما كانت تحصل بالسابق، يعني حتى عندما كان يتم تشكيل الحكومة كان يتم تشكيلها بطريقة ترقيعية، يعني رقعوها مع بعضهم الشباب، وآخر شيء يعلقوا بالمجلس النيابي بإقرار الخطط وبإقرار القوانين. يعني شفنا بموضوع الكهرباء شو صار، بموضوع القطاع المصرفي شو صار، كلها خلافات عم آخر شيء عم تنعكس وعم نشوفها بمجلس النياب، وما عم نوصل آخر شيء باللجان النيابية لإقرار هذه القوانين وإقرار هذه الخطط. لازم يوضع خطة، لازم يوضع خطط سياسية وخطط اقتصادية للنهوض، وإن شاء الله تتوج بانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة. نعم، رح ناخد فاصل دكتور، مش عم نتابع نحن وياك حلقتنا. مشاهدينا فاصل ونرجع لحوار اليوم. عودة إلى الجزء الثاني من حلقة حوار اليوم مع ضيفنا الدكتور عماد عكوش. أهلا وسهلا فيك دكتور مجددا. المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، هل من الواقعية بمكان أنه بعد نسأل عن هذا الموضوع بظل كل اللي عم نشهده؟ يعني للأسف وصلنا لمحل بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يعني اليوم
الى أسوأ مرحله بهذه المفاوضات. اليوم ما في شيء من شروط صندوق النقد الدولي ومن الاصلاحات اللي طلبها صندوق النقد الدولي لغايه اليوم، باستثناء طبعا يمكن موضوع قانون السر، قانون السريه المصرفيه. اما بقيه البنود لغايه اليوم للاسف ما تم تطبيق منها اي شيء، ولا تم اقرار منها اي شيء، يعني لا قانون الكابيتال كنترول اقر، ولا قانون اعاده هيكله القطاع المصرفي، ولا خطه اعاده التوازن المالي. كل هذه الامور طبعا اليوم ما تم انجاز منها اي شيء، وبالتالي اليوم المفاوضات يعني اصبحت بعيده عن الواقع يعني. وبرايي يعني اليوم حتى اذا بدنا نرجع ننعش هذه المفاوضات يعني بالتأكيد ليس قبل انتخاب رئيس جمهورية، ويبدو أن انتخاب رئيس جمهورية ممكن مطول ما بعرف قديش. بالتالي الحكي عن مفاوضات اليوم هو يعني أمر غير واقعي، يعني ما في شيء على الأرض لحتى نقدر نحكي بها بموضوع المفاوضات. حتى صندوق النقد الدولي اليوم ما بعتقد بيرجع لهذه المفاوضات يعني قبل تحقيق بظل الوضع الحالي أكيد. بهذا الواقع السياسي يعني ما بعتقد حتى صندوق النقد الدولي بيرجع يعني المفاوضات، وبالتالي بعتقد مؤجل اليوم لحين البدء بالأمور السياسية، وخاصة انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل الحكومة. بس هل بعدنا حكما انه لا مفر الا بالاتجاه الى مفاوضات واتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ لان في شك دائما يعني، لان في شك هيك باوساط الراي العام انه في ناس جهات سياسيه وازنه ومعروفه ما بدها، يعني واضح انه بدها تروح باتجاه اخر. انا بقول دائما لو نحن بمجتمع مستقر سياسيا وبنقدر ناخذ قراراتنا بجرأة و بناء على المصلحة اللبنانية، المصلحة الوطنية، بقول لك نحن مش بحاجة لصندوق النقد الدولي. يعني اليوم صندوق النقد الدولي اليوم شفناه كيف عم يتدخل بدول كتير، وين وصل بعض الدول يعني، وشفناه بمصر يعني لوين وصل بموضوع المصري. يعني اليوم الجنيه المصري يعني يعاني، الدين العام المصري كبير، اليوم عم بيطالب صندوق النقد الدولي اليوم ببيع المؤسسات العامة المصرية والتخلص منها. لو أنه لبنان بحالة استقرار سياسي وقادر هذه السلطة السياسية تأخذ قرارات جريئة إصلاحية سياسية اقتصادية، أنا بقول لك مش بحاجة لصندوق النقد الدولي. يعني بالنهاية قد بده يقدم لنا صندوق النقد الدولي؟ يعني إذا بترجع نحن للأرقام اللي نحن صرفناها خلال هذه الثلاث سنوات أو الأربع سنوات، نحن يعني صرفنا أكثر من 30 مليار دولار، بينما صندوق النقد الدولي كان يعني بالحد الأقصى شو كان بده يعطينا يعني 3 أو 4 مليار دولار. بس ينحكى إنه صندوق النقد تأشيرة للدول اللي بدها تساعد مش الرقم. صحيح، لكن صندوق النقد الدولي بما يملك من هذه المعنويات يعني الخاصة عالميا ودوليا، وبمجرد أن يرضى عن دولة معينة عبر إقراضة هذه القروض، طبعا هذا بده يكون مؤشر مثل ما قلت لدول تانية، لمؤسسات تانية، للاقتصاد العالمي، للأسواق العالمية، أنه تم إعادة إحياء هذا الاقتصاد وهذا البلد على المستوى الاقتصادي. وبالتالي طبعا إضافة إلى أنه للأسف يعني حتى الإصلاحات اللي هي المفترض أنه الطبقة السياسية عندنا بلبنان تعملها بدون طلب من صندوق النقد الدولي، للأسف ما عم تعملها. لذلك اليوم أنا بقول حتى صندوق النقد الدولي يعني من حسنات صندوق النقد الدولي أنه ممكن يضغط على هذه الطبقة السياسية لإقرار هذه القوانين وهذه الخطط لحتى نقدر نقلع، لأنه بصراحة بدون إقرار هذه الخطط وهذه القوانين نحن ما قادرين نرجع نقلع. الموضوع بعتقد طويل يعني مع صندوق النقد الدولي اليوم، واكيد مش يعني القريب العاجل يعني على المدى القصير يعني. طبعا موضوع المفاوضات مش بالقريب صحيح. العاجل، بس نحن عم نحكي انه اذا بعدها واقعيه بظل كل اللي عم ينحكى اليوم يعني. ما في مهرب اليوم، ما في مهرب من انا اذا بدي احكي على الواقع اللبناني اليوم، ما في مهرب من الذهاب إلى صندوق النقد الدولي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإعادة على الأقل يعني جزء من الحياة الاقتصادية للاقتصاد اللبناني، وإعادة يعني جزء من السمعة الحسنة للاقتصاد اللبناني وللواقع الاقتصادي اللبناني. اليوم للأسف بدون هذه المفاوضات وبدون هذه الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي رح نضلنا محلنا يعني. لا الطبقة السياسية رح تقر قوانين، ولا الطبقة السياسية رح تقر خطط، وبالتالي ذاهبون إلى الأسوأ يعني، خاصة مثل ما شفنا يعني الأخبار حول مجموعة العمل المالي يعني تصنيف لبنان إلى مزيد من الأسوأ. وبالتالي اليوم عدم دخول صندوق النقد الدولي لتغيير هذا الواقع رايحين إلى الأسوأ.
دكتور، مقولة أن الاقتصاد اللبناني اقتصاد صغير ونهوض البلد من الكبوة سيكون سريعا جدا متى اتخذ القرار السياسي ومتى يعني قلعت الأمور، هل هذه مقولة مبنية على وقائع وأرقام وعلم أم أنه هيك حكي سياسي وتمنيات وشعر؟ لك دائما كنا نقول نحن دائما نحن قادرين بلبنان نفصل إذا بدنا، إذا أردنا وكان عندنا النية قادرين نفصل ما بين الواقع الاقتصادي والواقع السياسي. لكن للأسف دائما التعطيل السياسي هو اللي عم بيأثر على الاقتصاد وما عم بيتم الفصل ما بين الاثنين. يعني لو من الأساس عند بروز أول سلبيات المؤشرات الاقتصادية من سنة 2011 مع بداية أزمة النزوح السوري والأزمة السورية، وبلش الميزان المدفوعات يتجه إلى السلبية، لو بوقتها اشتغلنا صح وعالجنا هذا الموضوع بالشكل المطلوب أكيد ما كنا وصلنا لهون. يعني من بداية 2011 بدل ما نروح إلى تعويم سعر الصرف الرسمي أو على الأقل العمل على استقراره بشكل مقبول، يعني رفعه بشكل معقول، أكيد نحن اليوم ما كنا وصلنا لدولار عم نحكي 94 أو 100 ألف ليرة. يمكن أنا بقول لك يمكن لو بوقتها عالجناه يمكن ما كنا وصلنا لل 5000 ليرة اليوم بسعر صرف الدولار، لكن للأسف عدم معالجة الأمور بوقتها عم بتؤدي إلى تراكم السلبيات وإلى تراكم الخسائر وإلى عدم إمكانية المعالجة الجدية بالمستقبل. هلأ نحن لبنان اقتصاد صغير مزبوط، ونحن عندنا الإمكانات، نحن مش بس اقتصاد صغير، نحن عندنا الإمكانات. اليوم لبنان بيملك حتى لغاية اليوم يملك من الاحتياط من العملات الصعبة ومن الذهب يمكن يزيد عن بعض الدول المحيطة مثل الأردن مثلا. نحن عندنا احتياطي جيد وممتاز قادرين نرجع نقلع من خلاله بالاقتصاد اللبناني. نحن عندنا تحويلات مغتربين، يعني عم نحكي عن 7 مليار دولار سنويا وهذا ما لا يملكه أي دولة محيطة بالمنطقة، وبالتالي هذه 7 مليار دولار، يعني تصور أنت 7 مليار دولار عم ينضخوا بالسوق بشكل سنوي، قديش ممكن تعطيك من إيجابيات ومن تطوير بالاقتصاد اللبناني. نحن عندنا الأفراد اللي هن بيملكوا الخبرات وبيملكوا العلم. نحن الشعب اللبناني شعب يعني وين ما حطيته قادر يرجع ينهض وقادر يرجع يستثمر، ونحن شفنا يعني حتى بظل هذه الأزمة، يعني إذا بتلاحظ نحن خلال هذه السنة بال 2023 كيف رجع نهض الاقتصاد ولو بشكل مقبول، يعني من الركود اللي كان فيه، يعني منلاقي نحن المصانع عم تشتغل، يعني اللبنانيين عالجوا بعض المشاكل اللي هن عم بيعانوا منها واللي كانوا يعانوا منها خلال الأزمة. انت بتعرف نحن صرنا مركبين تقريبا بحسب الإحصاءات حوالي 1000 ميجاوات، 1000 ميجاوات طاقة شمسية. طب هيدي بأي شعب بأي دولة بيركب؟ يعني نحن صرنا نمبر 1 بالعالم، أي شعب بالعالم بيقدر يركب، بس هيدا تكرهه شيئا يعني صحيح، بس لتشوف انت هذا اللي بقصده، انه شوف الشعب اللبناني قديش هو خلاق وقديش هو مبادر وقديش هو طموح وقديش هو بيشتغل على حاله، عم يخلق دايما من المشكلة فرصة، وعم دايما عم بيعالج أموره اللي هي نفترض الدولة تعالجها مش هو يعالجها، لأنه معالجة على مستوى الدولة بيكون أقل كلفة. يعني أنت تصور اليوم لو هذه 1000 ميجاوات قامت باستثمار الدولة، هي الدولة قامت بوضع خطط لإنشاء محطات للطاقة الشمسية بهالكمية هيدي، قديش كانت بتخفف من الكلفة الإجمالية اللي تكلف الشعب اللبناني على مستوى أفراد؟ يمكن كانت بتوصل الكلفة لحدود 50%، وكانت قادرة توزع هذه الطاقة بشكل أضبط وبشكل أنسب. طيب الدولة اللبنانية لغاية اليوم حتى ما عم بترافق الأفراد، يعني اليوم مفترض بالدولة اللبنانية حتى يعني تتماشى مع الأفراد، يعني اليوم لغاية اليوم ما عم ينحكى مثلا بالساعات الذكية. طيب هذا الشعب اللبناني وهؤلاء الأفراد اللي عم ينتجوا كهرباء اليوم بيوتهم، هل ما كان بيسوى الدولة تركب مثلا على بعض المؤسسات والوزارات طاقة شمسية كمان مثلا، يعني الشركات الخاصة عملت هيك؟ للأسف يعني حتى اللي كنت عم بحكي قبل شوي انه للأسف معظم المؤسسات العامة اليوم تشتغل على تأنين الدولة. طيب هذه شو ناطرين بعدكم؟ طيب ليش ما بتركبوا طاقة شمسية لهذه المؤسسات وهي تملك، هذه المؤسسات تملك وهذه الدولة تملك، وبالتالي قادرين نرجع نشغل كل المؤسسات العامة على الطاقة الشمسية او على يعني حتى اذا بدنا نحكي بموضوع انتاج الطاقة. استاذ جان، اليوم الدولة تملك معامل كهربائية بتنتج تقريبا بحدود 300 ميجاوات،
طيب هذه المعامل لو تم تحديثها بتوربينات حديثة ممكن نوصل لإنتاج 600 ميجا وات، بينما شو عم بتروح الدولة تعمل؟ عم تروح تشتري مازوت. طيب هذا الجزء من المازوت لو أنت خصصتيه لتحديث هذه المعامل الكهربائية، أنت قادر تضاعفي إنتاجك من المعامل الكهربائية وقادر تعطي تأنين على الأقل من خلال المعامل الكهربائية ومن خلال معامل الطاقة اللي أنت أقريتيها واللي لزمتيها، ومن خلال إنشاء محطات للطاقة طاقة الرياح، نحن قادرين نستغني عن إنتاج الكهرباء من المعامل الحرارية بالكامل. نحن إذا قدرنا نوصل لحدود 800 ميجا وات من خلال المعامل الكهربائية والشمسية، وعم بحكي على مستوى الدولة مش على مستوى الأفراد، والرياح 800 ميجا وات، يعني نحن قادرين نوصل لتأنين بحدود 6 ساعات. أنا بقول لك المواطن اليوم مش بحاجة لأكثر من تأنين 6 ساعات، اليوم إذا بتعطي المواطن والمؤسسات 6 ساعات بيقولوا لك شكرا، لأنه هن قدروا ينجوا طاقتهم وقادرين هن يكفوا حياتهم بطريقة مستقلة عن الدولة اللبنانية. لكن للأسف الدولة ما عم تمشي بطريقة متناسبة أو يعني تتناسب مع الخطوات اللي عم بيقوم فيها الأفراد بلبنان. الأفراد عم يسبقوا كتير بمسافات الدولة اللبنانية بعملية الاستثمار وبعملية ابتكار الحلول. نعم، بس هذا يعني كمان ببشر بالخير بالنسبه للسؤال اللي سالتك اياه، لذلك يعني انا بقول لك بس تجي الاشاره السياسيه لبنان يملك، ممكن انه هذا الشيء يؤدي الى نهوض سريع. اكيد اكيد، اليوم بهذا الشعب الطموح والديناميكي والقادر يبتكر الحلول وقادر دغري يصلح الوضع الاقتصادي ويرجع يمشي الوضع الاقتصادي بشكل صحيح، لكن بدك قوانين، يعني ما بكفي الافراد انه يملك او الشعب يملك، بدك انت دوله اخر شيء تنظم هذه العمليه. للاسف هذه الدوله لغايه اليوم غير موجوده لناحية إنجاز الخطط وإنجاز القوانين، لأنه اليوم ما فيك تترك الشعب هو يبادر، مثل ما قلنا بموضوع الكهرباء. طيب أنتجنا إحنا 1000 ميجاوات، طب هو 1000 ميجاوات نحن عم نستفيد منهم بشكل صح؟ أكيد لا، لأنه لو نحن بادرنا لتركيب الساعات الذكية كنا يمكن 1000 ميجاوات حولناهم لألف وخمسمية أو 2000 ميجاوات. بالتالي اليوم بدك دايما أنت عمل الأفراد بده يترافق مع عمل الدولة، مع خطط تضعها الدولة. إذا الدولة ما رافقت هذه أعمال الأفراد، أكيد الدولة هون بدها يعني ما حتشتغل صح وما حتتطور بالشكل السريع اللي نحن بنأمله. نعم، بس كنا عم نحكي بالفاصل انه كل هذه الامور مصدرها اخر شيء مرجعها مطرح واحد، انه كل هذه الاصلاحات لابد ان تنطلق من اصلاح سياسي معين. هل صحيح بتشوف انه نحن متجهين الى هذا الاصلاح السياسي؟ في يعني مؤشرات اليوم اذا عن جد بدنا نحن جديين بعمليه الـ 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 الاصلاح بالبلد وعمليه النهوض بالبلد، مثل كل مره بقول انا نحن يجب ان ننطلق من الاصلاح السياسي. إذا نحن ما اشتغلنا على موضوع الإصلاح السياسي لحتى نمنع التعطيل بالدرجة الأولى، أنت بتعرف اليوم كل مشاكلنا هي من وراء التعطيل. إذا بتاخد أي موضوع بالقطاع المصرفي، بالقطاع الكهرباء، بقطاع الأملاك البحرية، بقطاع بكل القطاعات، دائما العامل السياسي هو اللي عم بيعطل عملية التطوير وعملية التحديث. لذلك نحن مفروض نبلش بالدرجة الأولى بعملية الإصلاح السياسي لحتى نوقف عملية التعطيل ونوقف إعطاء الفيتو للطوائف. للأسف اليوم لأنه ليش عم نحكي أنه وقف إعطاء الفيتو للطوائف؟ لأنه للأسف ترأس هذه الطوائف أحزاب اشتغلوا لمصلحتهم السياسية. أنا عم بحكيك على مستوى كل الأحزاب اليوم بلبنان، كل حزب عم يشتغل لمصلحته السياسية وهو على 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 رأس هذه الطائفة. وبالتالي اليوم عند أي إقرار لقانون أو لخطة، إذا ما راعيت مصالح هذا الحزب عم بيعطل لك آخر الشيء على المستوى الطائفي، بيعطل لك هذا القانون، بيعطل لك هذه الخطة. لذلك نحن مفترض نبلش بعملية إصلاح سياسي لنمنع هذا التعطيل ولحتى نخلي الاستحقاقات الدستورية والاستحقاقات السياسية تصير بوقتها. يعني أنا ليش بدي أطول بانتخاب رئيس جمهورية لهالفترة هيدي؟ ليش بدي أطول بعملية تشكيل الحكومة لسنة وسنتين؟ ليش بدي أطول بإعطاء الثقة لسنة وسنتين؟ ليش بدي أنا الانتخابات النيابية أصير أجلها وماطل فيها؟ انتخابات البلدية بدي أجلها وماطل فيها؟ هذه الإصلاحات يجب أن تبدأ من هنا.
بعمليه وقف التعطيل السياسي بكل الاستحقاقات على مستوى اقرار الخطط وعلى مستوى اقرار القوانين. من هون بنبلش، اذا بلشنا من هون واشتغلنا صح ومنعنا هذا التعطيل، انا بقول لك بعدين الوضع الاقتصادي من السهل جدا انك انت تعالجه، لانه مثل ما قلنا نحن لبنان يملك بالدرجه الاولى شعب ديناميكي، شعب عنده خبرات، عنده علوم قادر يوصل فيها لأماكن، يعني يمكن ما بعرف قديش فينا نقيمها على المستوى العالمي، بس قادرين وعم نشوفها نحن بالخارج اللبنانيين شو عم بيحققوا. يعني بالنهاية قادرين نوصل وقادرين نرجع ننهض، قادرين نرجع نكون ثروات، لكن إذا ما عالجنا هذا الموضوع على المستوى السياسي، أنا بقول لك يعني حتى لو عملنا تسوية هلأ، وهذا يمكن يصير حتى لو عملنا تسوية هلأ على المستوى السياسي، حنرجع بعد 10 أو 15 سنة حنرجع نوقع بنفس المشكلة. لذلك أنا برأيي اليوم إذا ما بلشنا بالإصلاح السياسي بنكون عم نعمل تسوية مثل كل مرة، وآخر شيء رح نرجع نعاني نفس المعاناة اللي عانيناها بالسابق. نعم دكتور، ختاما في طرحين يعني هن ما بيصبوا بإطار الإصلاح السياسي بالمعنى اللي عم تقصده، بس في طرحين يتم التداول فيهم دايما بغض النظر عن الطرف اللي عم يطرحهم أو اللي عم يرفضهم، بس في موضوع المباشرة بموضوع اللامركزية الإدارية، وفي موضوع ما يحكى عن إنشاء صندوق ائتمان وإلى ما هنالك. هالطرحين هودي وين ممكن يخدموا النهضة اللبنانية الاقتصادية بالمستقبل متى ما تجاوزنا العقبات السياسية؟ لكن موضوع اللامركزية الإدارية هلأ فيها شق سياسي وشق اقتصادي. أنا بقول لك اليوم بالشق الاقتصادي اليوم أنا بقول لك الأحزاب، معظم الأحزاب ما رح يوافقوا عليها، لأنه بكل بساطة إقرار هكذا قانون رح ينزع منهم بعض المكتسبات. اليوم بس مش هن رح يصيروا الهيئات المنتخبة؟ يمكن لا، بس بدي أقول لك نقطة كتير أساسية بهذا الموضوع. لما أنت بتعمل اللامركزية الإدارية بدك توزعها بحسب المناطق، يعني نعم. مثلا إذا افترضنا عملناها على مستوى نصف محافظة، هلا بالطائف افترضنا حكينا عن قضاء أو على مستوى معروف. القضاء، طيب أنت بالقضاء بالتأكيد ما قادر تعمل تشد بالعصب الطائفي، مش هيك؟ ما بتقدر بالقضاء، على مستوى القضاء ما بتقدر تشد بالعصب الطائفي ضد حدا تاني يعني. بالضبط. نعم. للأسف اليوم الانتخابات النيابية كانت حسب القضاء، يعني في محلات ممكن في محلات بالانتخابات لا. بالانتخابات النيابية العامل الأساسي بالانتخابات عم بيكون شد العصب الطائفي، صح ولا لا؟ بالقضاء على مستوى القضاء لا، هيدا بخف كتير. يعني اليوم إذا بس نخترع قصص ناف بيصير في عصب عائلي، بيصير في عصب بده يصير في كتير قصص. برأيي بيصير العامل الإنتاجية وعامل الإصلاح وعامل الأمانة والنزاهة هو الغالب بموضوع الانتخابات على مستوى الأقاليم المحلية أو على مستوى إنشاء الإدارات المحلية. اليوم حتى بالبلديات لا، منلاحظ بالبلديات نحن في أحزاب كتير فشلت بانتخابات البلدية بعملها، مش فشلت فشلت بعملها حتى بالوصول يعني. وفشلت بالوصول لأنه بالسابق هي فشلت بعملها بهذه البلديات، ولأنه الناس بدها آخر الشيء حدا يجي يخدمها، مش هي بدها تخدم. يعني بالبلديات ما فيك أنت تروح تخدم الزعيم، بالبلديات هو السلطة اللي بدها تجي هي بدها تخدم الناس وهي بدها تعمل إصلاحات. فالناس لما عم بتشوف إنه هذه السلطة اللي إجت أو هذا الحزب اللي إجا على مستوى البلدي ما خدمه ولا عمل إصلاحات ولا عمل تحسينات، بالنهاية الناس بدها تحاسبه. لذلك بقول أنا بقول أنا أكترية الأحزاب اليوم ما إلى مصلحة اليوم باللامركزية الإدارية، لأنه هيدا ممكن يحدلها من مكتسباتها أو ممكن يعريها قدام الجمهورة على المستوى المحلي، يعني على مستوى القضاء أو على مستوى البلدية. الموضوع ممكن ياخذ وقت كتير، يعني مش شوي، وهذا يمكن يكون من ضمن يعني سله الاصلاحات السياسيه اللي بدها في خلاف على الموضوع الشق المالي اللي فيه. صح. يعني كمان بده يكون هو من ضمن سله الاصلاحات السياسيه الشامله، يعني ما فيك تاخذه لحاله، لانه بالنهايه بده يصير في تسويه ما على المستوى نعم. السياسي. ختاما موضوع الصندوق، هل هو طرح نظري أو أنه لا ممكن أنه يتحول لطرح عملي بشكل أو بآخر وأنه يحقق الغاية المرجوة منه؟ ليك أنا بقول أنه بيظل هيدي المنظومة السياسية أو النظام السياسي اللي هو حاكم هلأ دون إصلاحات سياسية، يعني كارثة إذا بنجي بنعمل صندوق.
اليوم كارثه بلاي احسن يعني كارثه. لانه اليوم شو تعمل بيصير؟ شو تعمل صندوق اليوم بهذا النظام السياسي؟ يعني بالنهايه مجلس الاداره اللي بده يديره، الخبراء اللي بده يتم تعيينه، بس مثل ما في صندوق للنفط والغاز والنفط مثلا، صندوق سياده كيف مشكل؟ يعني احكي لي بس انه كل الصناديق اللي مرت لا غايه اليوم اوكي، بس مش هذا لبنان شو بنعمل؟ ما هذا اللي بدي اقوله. اليوم اذا بدك ترجع انت عم تكرر المشكله. يعني اليوم اذا بدي اجي انا بدي اعمل صندوق سياده والاحزاب هي تتحاصص هذا الصندوق، كل حزب ياخذ حصه بادارته، وبالتالي انت بتعرف لما بنحكي عن تحاصص يعني تعيينات، يعني بطلنا عم نحكي عن خبره، بطلنا عم نحكي عن مؤهلات، بطلنا عم نحكي عن كل هذه الامور، بطلنا عم نحكي عن محاسبه. اليوم اذا شكلنا هذا الصندوق بهذه المحاصصه بتقدر تحاسبه للصندوق ايضا؟ انت تقدر؟ مين بيقدر يحاسبه؟ اليوم انت بهذا الواقع السياسي ناطور بمؤسسة عامة ما بنقدر نحاسب، فكيف بدك تحاسب صندوق سيادي مشكل من خبراء ومن من 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 اشخاص هن بالدرجة الاولى سياسيين قبل ما يكونوا اقتصاديين، وعليهم طبعا لانه تم تعيينه من قبل هذه السلطات السياسية. لذلك انا بقول برأيي انه بالدرجة الاولى والاولوية لازم تكون للاصلاح السياسي، وبعدين بنحكي بكل تفاصيل هذه الامور من انشاء الصندوق السياسي الى اعاده هيكله المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى اللامركزيه الاداريه. كل هذه الامور بتنحل وبيكون حل اسرع اذا نعمل الاصلاحات السياسيه. اما اذا لا ضلينا مستمرين بهذا النظام السياسي على هذه الهيئه وعلى هذه الشكل، صندوق حيكون اضافي للصناديق اللي مرت بالسابق واللي شفناه لو وصلت لبنان. شكرا لك دكتور عماد عكوش، واهلا وسهلا فيك دائما بالاو تي في. مشاهدينا هون نوصل لختام حلقتنا، شكرا للمتابعه والى اللقاء.